المشاهد اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد مهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا النهارده بقى هنشوف المهندس محمود، يا رب تجيب لنا سؤال بقى عويش شويه. هندسه ايه الاخبار يا هندسه؟ تمام يا حبيبي. سؤالنا النهارده كان واحد عايز يعرف، عايز يفتح سلم دوبلكس في الفيلا عنده بين الدور الارضي والدور الاول، عايز يعرف يعمل ايه. والله يا جماعه موضوع فتح سقف، انا عشان ما ناقضش نفسي، انا من مدرسه ضد هدم السقف علشان تصب سقف جديد، فما جيش انا النهارده هستدرك في المعلومه واقول ازاي افتح سقف واروح قال اكسر، يبقى انا كده اللي بقول بضرب كلامي. لكن منظومه فتح سقف علشان تعمل في جزء معين متر ونص او 2 متر في 2 متر لازم يكون لها منظومه سياسيه صحيحه، وهي تزريع كبر عشان هنقل الحمل بتاع اطراف السقف الجديده اللي هتبقى في قلبها الفتحه، احملها على يا كمرات تانية يا احملها على العمدان، ويستحسن تبقى مقلوبه لفوق علشان خاطر اللي طالع بالسلم ما يخبطش في الكمره. وفي نفس الوقت بحاول افصل الجزء بتاع السقف اثناء تزريع الكمرة الجديدة، عشان لما يجي اقطع الجزء ده اقطعه بصاروخ وبدقة وبوقت وتكلفة علشان خاطر ما كسرش في السقف. يا هندسة. تمام يا هندسة، اشكركم، وان شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع احد المهندسين وهنقول اجاباته. الاسئلة دي اسئلتكم انتوا وتعليقاتكم انتوا. انتظرونا بكرة، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.